عبد الله الشياب برجعها في الخلف وعادت لفريق الحسين اربد في منتصف الميدان، بدا يندفع هجوميا اكثر. عبد الله الشياب لمحمد علاوني، ومحمد علاوني نشط خط الوسط بعد ما نزل، وكره عند علي صلاح، علي صلاح بيخلص، علي صلاح، علي صلاح يعود بفريق الحسين اربد للقاء. علي صلاح يا سلام، علي صلاح يا سلام، هدف رائع، هدف جميل يا علي صلاح، هدف رائع، ويعيد أمال فريق الحسين إربد للتأهل لملاقات الأهلي في دور الأربعة. هدف طيب يا علي صلاح، هدف ممتاز يا علي صلاح، هدف في وقت حساس لفريق الحسين إربد. إذن هدف رائع لعلي صلاح، هدف رائع لعلي صلاح في وقت رائع، تمريرة حاسمة من محمد علاوني البديل في الشوط الثاني لبدر أبو سليم، وفعلا بديل في مكانه، وكنت أقول وأشير بأنه اللاعب محمد علاوني نشط منطقة الوسط، وفعلا أسيست تمريرة حاسمة للاعب علي صلاح، وهدف رائع في وقته، في وقته والله يا علي صلاح، نعم في وقته، في وقته حتى يعود ويبقي. شوف كيف باغت رأفة محمد وسدد الكرة، ماخذ الكرة بيمينه والتسديدة بشماله، هدف ولا أروع ولا أحلى، في مباراة رائعة، في مباراة جميلة حقيقة، أمتعتنا في هذا اليوم، أمتعتنا، 5 أهداف في اللقاء.